السلام عليكم يا شباب. استكمالا لسنه ثالثه ثانوي يا شباب، احنا اتكلمنا في الوحده الاولى وخلصناها الحمد لله. النهارده نتكلم في الوحده الثانيه. الوحده الثانيه اسمها لو كلوب دي جورمون، وكلمه لو كلوب دي جورمون معناها نادي الناس الاكيله او الاكوله، فاللي بياكل كتير. يعني ليه الاسم ده مرتبط بالوحده؟ لان الوحده اصلا بتتكلم على ليزاليمون اللي هي يعتبر المواد الغذائيه ولي بواسون والمشروبات. عندك الدرس الاول في الوحده الثانيه بيتكلم على بارلي، يعني تحدث عن ليزاليمون، ازاي تتكلم عن المواد الغذائيه والمشروبات. خد بالك ان الجزء ده مهم جدا جدا عندنا السنه دي في ثالثه ثانوي. مهم ان انا لازم احفظ كويس قوي ايه هي المواد الغذائيه مذكر وايه هي المواد الغذائيه المؤنث. مهم قوي، انت بتحفظ لازم احفظها بالاداه كويس جدا جدا، لان شغلك طول السنه على الاختياري على المذكر المؤنث. الحاجه الثانيه والمهمه طبعا المشروبات والكلام ده كله لازم اكون حافظهم كويس جدا جدا، وتفهم علاقة القواعد المرتبطة بالوحدة دي. الوحدة دي يا شباب أول درس عندنا اسمه بارلي، تحدث عن ديزاليمون اللي هي المواد الغذائية، إيدي بواسون والمشروبات. عنوان الدرس كده يا شباب بيتكلم عن بارلي، إزاي نقدر نتحدث ديزاليمون عن المواد الغذائية، إي و دي بواسون والمشروبات. خد بالك معايا يا شباب بس واحدة واحدة كده عشان تبقى فاهم ازاي نقدر نتعامل مع المواد الغذائيه والمشروبات. اول جزء بندرسه اللي هو في الدرس الاولاني في الوحده، احنا بندرس عندنا طبيعه الافعال او علاقه الافعال بالمواد الغذائيه والاكل والشرب عندنا والمشروبات، زي الوحده الاولى كده بالظبط. الوحده الاولى كنا اول درس خدناه علاقه الافعال بالالعاب الرياضيه، زي فيرب فير، فيرب جوي، فيرب براتيكي وهكذا. نفس القصه عندك. خد بالك بقى من المعلومه دي، سهل لك الدنيا قوي، واكتب المعلومة دي بعد اذنك عندك في كشكولك وما تنسهاش. جميع الافعال، جميع الافعال مع الاكل والشرب اللي هي مع ليزاليمون اللي هي المواد الغذائية والبواسون مشروبات، ايه اللي بيحصل معاهم؟ كل الافعال يا فندم اللي بيجي بعدها اكل وشرب ومواد غذائية ومشروبات لازم اخش الامتحان اختار بعدهم دي دو لا دو ال ابوستروف عندنا دي. ركز معايا بعد اذنك، جميع الافعال، اي فعل جالك بعده اكل وشرب ومواد غذائيه حط يا فندم بعده بشكل بسيط دي دو لا ابوستروف دي اللي هي ادوات التجزئه. بس جينا هنا قلنا ما عدا، قلنا ايه ما عدا؟ ما عدا ايه؟ قال لك ما عدا افعال الميول. ايه هي افعال الميول يا فندم؟ حفظناها في الوحده الاولى، حافظينها من سنه اولى ثانوي، اللي هي فيرب ايمي، فيرب بريفيري، فيرب ادوري، فيرب ديتستي. الافعال دي بنسميها يا شباب افعال الميول. طيب هو انا لما اخش الاقي فعل من ضمن افعال الميول المفروض ولقيت بعده اكل وشرب ومواد غذائيه، قال لك اوعى تختار ادوات تجزئه. ليه؟ قال لك لان الحاجات دي يتحط بعدها دايما ادوات معرفه لو لا الا ابوستروف. ليه؟ لازم لو لا الا ابوستروف. ليه؟ طيب ادينا امثله للكلام ده يا شباب. هو انا ما اقول لك علي مانج، علي ياكل نقط بواسون او نقط فروماج او نقط ياغورت او نقط، هو عندنا بالشكل ده كده. خد بالك كلمة اوف سواء بيض مفرد او جمع، او فيان. اما اخش الامتحان احل الكلمات اللي انت جايبها لي دي كده، لازم انا كطالب اقدر اميز هو انت جايب لي في الامتحان ايه الفعل اللي انت جايبه لي، وهل الفعل ده من الافعال المختلف عن افعال الميول ولا لا. يعني سواء بقى انت قلت لي علي مانج او علي اشات، يعني فيرب اشات يشتري، او فو يريد مثلا، او براند يعني ياخذ،
الافعال دي لازم اكون ملم بيها كويس جدا، وهكذا. فبالتالي ما بخش الاقي اي فعل يا شباب غير افعال الميول، غير اي فعل غير افعال الميول اخش اختار اشكال ادوات التجزئه. بس خد بالك في معظم الطلبه تبقى داخله حافظ المعلومه دي صم، لكن يخش الامتحان ما بيعرفش يختار. ليه؟ لان هو مش حافظ الكلمه دي مذكر مؤنث، هو عارف ان كلمه بواسوس سمك اه، لكن انا مش عارف ان هي مذكر مؤنث. ودي اكبر مشكله بتقابلنا كطلبه ثالثه ثانوي، لازم اميز الكلمه وانا بحفظها بالاداه كويس جدا عشان اقدر اميز الكلمه قدام مذكر مؤنث. كلمه سمك كلمه مفرد يا شباب مذكر، خد بالك من النقطه دي شويه يا شباب. دي شايف مكتوبه ازاي؟ طيب خد بالك ان فوق انا كاتب لك بواسون مشروبات، لا كلمه مشروب عندنا مؤنث والبي بتاعتها خفيفه، لكن دي بتقيله عندنا اهي وتبقى مذكر في اللغه، وفرق ما بين كلمه سمك ومشروب. كلمه فروماج يعني جبنه، كلمه مفرد ايه يا فندم؟ مذكر، فلازم احط دي. يا اخت يعني زبادي، وخد بالك الزبادي مبدوء بحرف متحرك اللي هو الاجراج، بس بعامله معامله الساكن، ودي الكلمه الوحيده اللي تتعامل معاها معامله الساكن في الوحده الثانيه دي، ركز عليها كويس جدا جدا عشان مهمه. فلازم اخش الامتحان اختار دي بالشكل ده كده. طبعا البيضه عندنا كلمه مفرد مذكر مبدوء متحرك، فلازم احط دول الابوستروف. كلمه ديزون اللي هو البيض عندنا لو جمع بحط قدامه دي. اللحمه عندنا كلمه مفرد مؤنث، فبالتالي لازم احط قدامها دول. عندك البوم يعني التفاح كلمه مفرد مؤنث، فبالتالي احط دول. كلمه فواكه كلمه جمع، فلازم احط قدامها دي، وهكذا. طب ده بالنسبه عندك يا شباب ازاي تقدر تتعامل مع اشكال ادوات التجزئه مع الاكل والشرب والمواد الغذائيه. طب انا دخلت الامتحان لقيته جايب لي في الامتحان الصيغه دي كده، بيقول لي علي ام اه، اما بجيب لك افعال ميول نقط فروماج، وكلمه فروماج يعني الجبنه مثلا او اللحمه مثلا او فروي فواكه مثلا عندنا، او يا اخت زبادي او كونفيتور، وكلمه كونفيتور يعني الجبنه عفوا مربى، كونفيتور اللي هي مربى. طيب هي كلمه جبنه الاولانيه فورماج كلمه مفرد ايه؟ مفرد مذكر، وجاي اللي انت جايب لحضرتك فيها انها افعال ايه؟ افعال الميول. طب يا فندم هي افعال الميول، ركز معايا في الحته اللي جايه دي بعد اذنك. افعال الميول عندنا لازم احط بعدها اللول لا الا ابص في ليه، سواء بقى انت جايب لي ايمي او جايب لي بريفير، ممكن اجيب لك ده او ده عادي، ممكن اجيب لك ادار يعشق، ممكن اجيب لك دي تيست يكره. فبالتالي لازم اركز كويس قوي. هو كلمه فروماج عندنا كلمه مفرد مذكر، فلازم احط له. اللحمه مؤنث لازم لا. عندك الفواكه جمع لازم احط ليه. الزبادي وقلت لك بعملها معامله الساكن، خد بالك كويس جدا هتبقى له. كونفيتير يعني مربى والكلمه دي مؤنث، فبالتالي لازم احط قدامها لا، وهكذا. وبكده احنا فهمنا ازاي نقدر نتعامل مع ادوات التجزئه وادوات المعرفه مع الاكل والشرب او المواد الغذائيه وهكذا. استكمالا اللي احنا قلناه يا شباب، احنا اتكلمنا في ان ايه المواد الغذائيه، طبعا لازم انا كطالب اكون حافظ المواد الغذائيه المذكر المؤنث وهكذا، والافعال المرتبطه بالمواد الغذائيه، وايه اللي بيجي بعدها ادوات تجزئه اللي هي ليزارتيكل بارتيتيف، وايه اللي بيجي بعدها ليزارتيكل ديفيني اللي هي ادوات المعرفه. فخد بالك بس معايا من النقطه دي، الحته دي مهمه قوي. متى يتم اختيار الدو والدابس؟ احيانا بخش الامتحان ببقى انا مجبر ان انا ما ينفعش ان انا اختار اشكال ادوات التجزئه اللي هي دي دو لا دابوسوف دي، لازم اخش الامتحان اختار الدو دابوسوف. امتى؟ ايه الحالات؟ اول حاله قال لك مع اداه استفهام خدناها قبل كده من سنه اولى سنه، كومبياندو. كومبياندو عندنا يتحط بعدها لا اما دو او دابوسوف. كومبياندو يتحط بعدها لا اما دو او دابوس، مع ان الاسم اللي بيجي بعدها يا شباب اسم بجمع. زي ايه؟ هو انت لما تيجي تقول لي كومبيان نقط كيلو، كم عدد الكيلوهات؟ تو اشات، انت تشتري. حلو، دخلت الامتحان لقيت كومبيان، مع انك جايب لي كيلو اسم جمع، كيلو اسم جمع، بس انا هنا مجبر ان انا اخش اختار الدو
او دوابس. ليه؟ عشان الصيغه اللي قدامك دايما كومبيان اللي هي كامل العدد لازم احط بعدها لا اما دو او دوابس. طيب ايه تاني؟ قال لك تاني حاجه عندنا في النفي بس ما عدا فعل اتر، خد بالك ما عدا فيرب ايه؟ وكذلك افعال الميول لا تتاثر بالنفي. اسمع معايا الحته دي ركز كويس. يعني ايه الكلام ده؟ هو انا لما اخش الامتحان الاقي لك جايب لي il ne mange pas نقط فروي، هو ما بياكلش فواكه ماشي. il n'y a pas هو لا يكون نقط، واجيب لك grand garçon ولد كبير. il اسمعني ني ام با هو ما بيحبش نقط بم التفاح. ركز معايا في الجملة دي ودي ودي. ايه اللي في الجملة اللي موجودة قدامك؟ اول جملة منفية ولا مثبتة؟ منفية. يعني ايه نفي يا شباب؟ عفوا، كلمة نفي يعني انا الاقي الفعل ما بين محطوط ما بيني بقى. طيب انت بتقول لي هو لا ياكل فواكه، أدام الجملة منفية ومفيش فيها فعل إيه ولا فيرب من أفعال الميول، فبالتالي لازم أحول إلى دو أو دابس. حلو؟ طب هو لا يكون الجملة هي منفية؟ أه منفية، بس لقيت فيها فيرب إيه، ده تصريف فيرب إيه، فبالتالي هنا ما ينفعش إن أنا أختار دو دابس، لازم أختار أداة. الأداة عندنا حسب الاسم اللي أنت جايبه لي، جران جارسون لو ولد كبير، ولد اسم مفرد مذكر يبقى نحط إيه، ولو الكلمه اللي جت بعدها مؤنثه كنت هخليها ان وهكذا. طب هو ما بيحبش التفاح، هو ما بيحبش منفيه ولا مثبته؟ منفيه، بس لقيت في الجمله اللي انت جابها لي فعل من افعال الميول، وانت بتقول لي افعال الميول لا تتاثر بالنفي، فبالتالي لازم اخش الامتحان اختار لا. ليه لا؟ ما انت لسه قايل لي حالا في الفيديو الجزء اللي لسه متكلم فيه دلوقتي ان افعال الميول لما بلاقي بعدها مواد غذائيه لازم اخش اختار ادوات معرفه، وافعال الميول عندنا لا تتاثر بالنفي. يعني لو جمله منفيه ما تحولش، حط لي برضه نفس القصه اداه معرفه. طيب ايه الجزء الثاني المهم؟ رقم ثلاثة اهو، امام الصفه الجمع. خد بالك من النقطة اللي جاي. يعني ايه امام الصفة الجمع؟ دخلت الامتحان احل لقيته مديني جملة بالشكل ده كده، الفي هو بيعمل نقط بون بلا اطباق جيدة. خد بالك ان طبعا الوحدة بتتكلم عن الاكل والشرب والمواد الغذائية، فهتكلم ان الطباخ بيعمل اطباق جيدة. حلو، هي كلمة جيدة يعتبر دي صفة جمع. صفة ايه؟ حلو. طب الصفة الجمع اخش اختار ايه قدامها؟ لازم اختار دي. واحد يقول لي ده يا جمع مثلا يا ميسيو، فالمفروض اختار دي بتاعت الجمع. لا يا فن، دايما الصفة الجمع تحط قدامها دو او دو بصر دايما. طيب رقم اربعة، قال لك مع الظرف الدال على الكمية. خد بالك ربنا بيكلك في الحتة دي قوي قوي قوي. ايه مع الظرف الدال على الكمية دي؟ انت عندك الظروف الدالة على الكمية زي كلمة بكو كثيرا من، حلو كدو، وعندك كلمة اسمها بدو قليلا من، بلودو اكثر من، مواندو اقل من، السيدو كافي من او بشكل كافي من او مساوي لي، وعندك تغودو اكثر من اللازم. دي يعتبر اهم الظروف الدالة على الكمية اللي هتقابلك في الوحدة. وعندك كلمة بكو دي معناها كثيرا من، ماشي، بدو يعني قليلا من،
هنا أكثر من، هنا أقل من، هنا مساوي لي، وهنا أكثر من اللازم. تمام؟ ده يعتبر الظروف الدالة على الكمال اللي عندك. وخد بالك ركز فيهم كويس وشكلهم كويس عشان بيجونا كتير جدا جدا في الامتحانات، فانا لازم كطالب اقدر اميزهم كويس. ماشي؟ لو جينا اتكلمنا بقى، انت ما بتجيب لي ظرف دالة على الكمية في الامتحان زي الجملتين اللي انا هكتبهم لك دول كده يا شباب، وركز كويس جدا جدا بعد اذنك في الجملتين دول عشان دول من اكتر الاخطاء اللي احنا بنقع فيها كتير. اما تيجي تقول لي في الامتحان المانش هو بياكل، بكو كثيرا، ماشي، نقط فروي بياكل كثيرا من الفواكه، ماشي. الجمله الثانيه يلم هو بيحب، بكو كثيرا، نقط فروي فواكه، حلو قوي، ماشي. طيب بص لي كده وركز كده، هي كلمة بكو دايما لما تخش تلاقي ظرف دالة على الكمية ما تقعدش ما تبقاش حافظ داخل، اول ما تشوف كلمة بكو تحط بعدها دو ابص وخلاص، لا، عينك يا فندم على الفعل اللي قدامها. ليه؟ الفعل اللي قدامها ده فعل عادي من الافعال اللي بيجي بعدها اكل وشرب ولا فعل من افعال الميول؟ ليه؟ هيفرق معايا طبعا. لو فعل عادي اي فعل غير افعال الميول خش يا فندم اختار لي بعده دو ابوصف زي ما احنا متعودين، بكو لازم احط بعدها دو عندنا اهي او دو ابوصف زي ما احنا متعودين بالظبط. لكن لقيت بكو او الظرف ده اللي على الكمية انا اجيبه، ممكن اجيب لك اي ظرف ده اللي على الكمية من اللي قدامك ده، مش لازم بكو، ممكن اقول لك بو او بلو او بوان ايا كان. بص لي على الفعل اللي قدامه، لو لقيت فعل من افعال الميول اوعى في الامتحان تخش تختار لي دودو ابص، لا، لازم اخش اختار ليه. والحته دي مهمه قوي، ليه بخش لازم اختار ليه؟ عشان افعال الميول بيجي دايما بعدها لغه معرفه حتى لو موجود في الجمله ظرف دالة على الكمية. خد بالك من الحته دي كويس جدا جدا عندنا. طيب عندنا في جزء اخير برضو، انت بنختار دودو ابص قال لك مع الاسم اللي بيدل على كميه. يعني ايه اسم يدل على كميه؟ ده زي الظرف دالة على الكمية كده. في حاجه عندنا يا شباب اسمها اسم يدل على كمية. ايه كلمة اسم يدل على كمية دي يا شباب؟ اسم يدل على كمية زي انا مثلا اقول انا دخلت اشتريت مثلا كيلو برتقال او كيلو تفاح او شربت ازازة مية او فنجان قهوة، فده يعتبر الحاجات اللي انا بقولها دي ده يعتبر اسم يدل على كمية. وطبعا الكوانتيتي الكمية ناخدها بالتفصيل في الدرس الثالث، لكن السؤال ده خد بالك منه عشان من اكتر الاسئلة اللي بتجيلك، اللي هو ايه؟ ايه العشات؟ هو يشتري مثلا ان كيلو نقط بوم، اشترى كيلو تفاح. اما تخش تلاقي اسم يدل على كمية زي كلمة ان كيلو كده يا فندم، وعندك كلمة بوم تفاح كلمة جامعه، اوعى تحط دي بتاعت الجامع، لا، ده انا لازم اخش اختار الدو. طب ليه اخترت لي دو؟ عشان ده اسم يدل على كمية. فأي اسم يدل على كمية نفس القصة بحط بعده دو أو دو وصف. وبكده خلصنا الدرس الأول في الوحدة الثانية اللي هو خاص بالمواد الغذائية والمشروبات وهكذا. إن شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية هتبقى خاصة بالدرس الثاني في الوحدة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.